مشاهدينا مرة تانية في سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والطاقة المصرية، أهلا بحضرتك. أهلا معنا وشرف هذه الآية الكريمة. أعزكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب ويختار، إن الله تبارك وتعالى يختار من عباده من يعطيهم الرزق، يبسط الرزق سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. الله تبارك وتعالى يحب ويختار من عباده من يوكلهم أن يكونوا خليفة له في الأرض، أن يحملوا الأمانات على أكتافهم، ويعلمون أن للفقراء والمساكين والمحتاجين في هذا المال حق معلوم للسائل والمحروم. الله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده سبحانه وتعالى، هو القادر هو القاهر فوق عباده، يعلمهم أيها الناس يا من اخترتكم ليس حالكم في الدنيا فقط، ولكن سوف يأتي يوم القيامة وترون ما فعلته بكم في الدنيا وما ينتظركم في الآخرة بإذن الله نتاج الخير الذي تعملون فيه. عايز أخرج بره نطاق الآية وأقول الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ومعه شهادة الضمان. يعني إيه شهادة الضمان؟ شهادة الضمان ضد الكسر، ضد كل حاجة وحشة، ضد المرض، ضد كل شيء سيء. الإنسان نفسه هو الذي إذا مشي على نفس المنهج والدستور اللي ربنا ادهوله في حياته، واظب على الصلوات، واظب على العطاءات، واظب على الصدقات، واظب على الصلوات، أصبحت الهالات النورانية تملأه من كل جانب. تجد واحد عنده 70 سنة وبيصلي وكل يوم الصبح يغتسل في عز الشتاء بمية باردة ولا يتأثر بصحته بعافيته، لأن الكتالوج بتاعه ربنا خلقه هذا مغتسل بارد وشراب، يعني هذا الماء البارد يكون لك قوة وعزم في حياتك. إذا الإنسان صن نفسه بأنه عمل وتصدق وفعل الخيرات وحس بكل المخلوقات، يبقى خد شهادة ضمان الصيانة بتاعته، ضمن نفسه حتى يلقى الله، وساعتها بقى عطاء الله لا ينتهي. جميل. طيب احنا يعني دايما ننشغل بفكرة الرزق، وننشغل بفكرة انه الرزق ربنا بيبسطه او بيقدره، والموضوع ده شغل شاغل لكل الناس على وجه الارض، يعني نعم. مش لحد مثلا، لا، الناس مشغولة بالرزق دايما. نعم. فاحنا دايما ربنا سبحانه وتعالى ينصحنا بعض النصائح اننا يعني ننشغل بربنا وهو اللي هيرزقنا، نعم. او ننشغل بالعبادة وهو اللي هيرزقنا. ايه تاني؟ او نسعى ونسيب انما السعي علينا والرزق على الله. نعم. يعني تنصح الناس بايه اللي طول الوقت منشغلين بالرزق؟ الا ينظر احد في رزق احد. يعني واحد ربنا مديله 24 قيراط مجزأ له رزق وصحه ومشاكل وحاجات 24، التاني رزقه قليل لكن عنده صحة وعنده حال تاني، فلازم يرتضي بقضاء الله ورزق الله فيه، لا ينظر حتى. وانا جاي كان في مقولة لطيفة قوي، كل واحد يبص في ورقته، يعني ما حدش ينظر إلى رزق الآخر. يعني أنا راجل محتاج والغني اللي في المنطقة بيرزقني أو رزقي عنده، فكل شوية يديني من الخير، طب أحسده ليه على الخير؟ ما أنا لو حسدته تمني زوال النعمة عنه فتزول عنه النعمة فيصبح بعد كده ما يدينيش من الرزق. صحيح. إذن يبقى لازم لما يديني أقول يا رب اديله وزود له، مش كل واحد يجي يقول لي أنا اللي مني أديهم ويحسدوني على ما أوتيت من هذا الرزق. لا، يعني لازم يكون عندنا نظرة للي جاي. وحتى حاجة أقول إيه، أنت نيتك كويسة يا سيدي وعايز تدي كتير زي اللي معاه رزق كتير، ربنا ما طلبش منك بالكترة. عمر ربنا ما نصر الدين ولا نصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حرب بالعتاد والعدة والكثرة، ولكن بالإيمان. لذلك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قال لك وما تقدموا لأنفسكم من خير إلا على قدك اعمله، وسيب ربنا هو اللي يعطيك البركة سبحانه وتعالى ويزيد ويمن عليك بالفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد، في اليوم المشرق الجميل ده وفي الايام الطيبه احنا موجودين معاكم في محافظه الاسماعيليه، بالتحديد من قريه ابو احمد او ام عزام اللي بتتبع مدينه القصاصين. احنا في مكان فيه اكتر من 300 اسره، حوالي 350 بيت، كل بيت فيه اسره محتاجين للميه. اكتر حاجه بيحتاجوها هنا لان الميه العموميه بتجيلهم متاخر جدا في الليل وما بتكفهمش. فقامت جمعيه البر والتقوى بدعمكم ومساندتكم بعمل المحطه اللي ورايا دي. عشرات الافراد اشتركوا وعملوا هذه المحطه وكلهم بياخدوا اجر، واجر متواصل، صدقه جاريه ان شاء الله الى يوم الدين. وان شاء الله تستمر المحطه في عطائها وفي اخراجها للميه الصالحه، ودي الاهم في الموضوع. لو لاحظتوا جنب هنا على يميني هتلاقوا جامع ابو احمد، ربنا يبارك يا رب في اللي اتبرع بالارض واللي اقام المسجد. يعني المحطه دي بتساعد كمان على ان الناس اللي اذا احتاجوا يتوضوا بميه نظيفه يتوضوا، اللي بيخرج من الجامع بيشرب لما يكون ظمآن وعطشان. الحقيقه مكان استراتيجي، قريه محتاجه للميه، قريه عدد اسرها كتير جدا 300 اسره او اكتر. المكان يعني معدوم فيه الميه الحلوه، الميه الصالحه للشرب الكويسه اللي لو جت بتيجي متاخره جدا ما بتكفيش الناس. فكانت المحطه هي خير وسيله تهديها بقى ايادي الطيبه المباركه من خلال جمعيه البر والتقوى لاهالي هذه القريه. تقبل الله منا ومنكم، وادام علينا نعمه الصحه والعافيه، وادام علينا نعمه العطاء، وجعل ايدينا دايما عليا نقدمها لكل المحتاج في كل مكان. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله. يعني زي ما بيقولوا كده لوحة الشرف. نعم. فدي من ألواح الشرف. نعم. يعني أنا انبسط إن أنا أبقى ماشية من الدنيا وسايبة لوحة شرف ليا. نعم. حاجة تعيش العمر كله. نعم. لوحة الشرف هذه يراها كل فان من الأرض، ولكن هناك لوحة شرف طبعا حفرت وكتبت في الجنة، وحفرت وكتبت بيافطة كبيرة قوي قوي على نهر الكوثر. فتخيلي واحد يدخل على نهر الكوثر علشان هو أعطى بئر في الدنيا وعمل خير في الدنيا، فيدخل فيلاقي اسمه مكتوب على يافطة موجودة عند شاطئ نهر الكوثر. تخيلي حضرتك حينما يكتب الاسم في الدنيا الواحد يقول ايه، يا سلام انا هسيب شهادة تقدير لولادي متعلقة في الصالون، ولادي وبعد كده أحفادي وبعد كده الكل يفتكرني في الدنيا. لكن احنا فين بعد 50 سنة؟ ولادنا فين واحفادنا فين بعد 100 سنة؟ كله بينتهي وكله عرض بيروح، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى يظل العطاء وتظل الخيرات ماكثة في انتظار قيام الساعة، في انتظار صاحبها يجي يقف تحت منها عشان ينتظر يشرب شربة المية التي لا يظمأ بعدها أبدا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تمام. يعني في سيدة كلمتني امبارح وسألتني على موضوع الزكاة. نعم. وهي عايزة تحط فلوس الزكاة في البر والتقوى، وسألت في أكتر من مكان وكذا حد بعيد عننا يعني، وقالوا لها ناس كويسين وبتاع، وبعدين رجعت سألتني فقالت لي أحط الزكاة في إيه؟ هل ينفع أحطها في المية؟ فكان الرد قلت لها هما غالبا بيحطوها في المية بس في التوصيلات وفي التسقيف وكده، يعني تنصحها بإيه؟ طبعا هو اولا ما ينفعش ان انا احط مال الزكاه في 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 مي في بير او في بير مي او في محطه. تمام. لكن احنا هنقول هي تتواصل معنا ان شاء الله، وهنقول لها المكان بتاعها اللي هي ممكن تضع فيه هذه الاموال. هنقول وصله المياه تتصل بسقف يستر بيت من البيوت من فضل الله، بملابس او لطعام ام لليتامى وكفالة للأرامل، كل دي بتخش فيها أموال الزكاة. أنا عايز أقول إن المال الذي يدفع إن كان صدقة أو زكاة أو بذل حتى في الصحة، إن واحد يتصدق بصحته، طبيب يتصدق بعمليات، أي حد يتصدق بخير ربنا أعطاه إليه من فضل الله تبارك وتعالى لن يضيع أبدا عند الله تبارك وتعالى. تتواصل بالجمعية وتطلب أنها تتواصل معايا، أهلا وسهلا، ونقسم مع بعض إيه هي مصارف الزكاة، وإن شاء الله يكون ليها كل عام بإذن الله رب العالمين في تلك المصارف المفيدة اللي برضو حتساوي قدرها قدر المياه اللي هي حابة تحط فيها أموالها بإذن الله. بإذن الله. احنا عندنا الايام يعني خلاص في الايام العشر الاول من
داخلين خلاص أو قرب. احنا فيها، احنا عايزين نعرف حالا ممكن يعملوا ايه مناسب لهذه الايام. احنا الحمد لله بالنسبه للاضحيه اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله كل عام حضرتك بخير، ابتداء نحن في شهر ذي القعده، وعايز اقول اننا في اول شهر من الاشهر الحرم الثلاث، عندنا ذو القعده وذو الحجه وشهر الله المحرم، وهذه الشهور يعظمها الله تبارك وتعالى ويعظم من يعظمها. يعني اليومين دول اللي يعمل اي خير يكتب عند الله ب 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. لذلك احنا قلنا احنا مقبلين كمان 20 يوم على بدايه دخول شهر ذي الحجه وبدايه العشر الاول من ذو الحجه والفجر وليالي العشر. عايز اقول ان احنا دلوقتي جمعيه البر والتقوى قالت فتحنا باب التبرعات بالنسبه للسقوق، وعايز اقول ان اذا كان مثلا البهائم او العجول او الجمال او الخراف او اي الماشيه عموما، عايزين نقول ان احنا مقسم الناس بتتصل والناس نقول لهم ان كان مثلا عجل او ان كانت جمل وبيشترك فيه 7 افراد فدي 7 صكوك، واي حد يتواصل معنا مع الجمعيه ان شاء الله رب العالمين وهنفهمه الوضع ايه. جزء بتتقسم على 3 اجزاء، جزء بيروح لصاحب المتبرع، وجزء تاني اللي هو التلتين التانيين بيروح للفقراء في كل الاماكن عن طريق ثلاجات السفر، ودي بتكون في خلال ايام العيد من فضل ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نقول ان احنا فتحنا جمعيه البر والتقوى فتحت باب تاني، باب التقسيط. يعني ايه باب التقسيط؟ ان احنا اي حد عايز اقول ان في باب التقسيط دوت يستطيع حتى اللي هو محتاج او قليل انه يقسط ثمن الصك باذن الله حتى ينتهي، وان شاء الله رب العالمين اسال الله ان يتقبل من الجميع يا رب العالمين. الجمعيه عندها المزارع بتاعتها الحيوانيه ولا بتجيب منين؟ والله ده اللي احنا بننادي بيه من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا جمعيه البر والتقوى اللي هي المزرعه البر والتقوى، ان احنا بننادي ان احنا نحاول نعمل بدايه من العام القادم ان شاء الله او من بعد العيد نبدأ نبني بقى مزرعة حيوانية خاصة. دي المزارع الحيوانية اللي احنا بنجيب ونحط فيها الحمد لله الماشية اللي هي معدة للعيد بإذن الله رب العالمين والأضحية. بعد كده عايزين نروح نصور بقى في المزارع البر والتقوى، وأحبابنا إن شاء الله يكون لهم السهم الأوفى في هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. يعني ما من أيام أحب فيها العمل الصالح لله ورسوله من هذه الأيام. نعم. أيام العشر ممكن يتعمل فيهم إيه تاني تقربا؟ ويعني ده عمل صالح. نعلم. دي نعلم. أحمل. بالضبط. نعمل إن أي عمل صالح، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن أي عمل صالح، زيارة أقارب، صلة رحم، فعل خيرات، صدقات، زكوات، فعل أي حاجة لليتامى للمساكين في هذه الأيام هي أيام الله يعظم فيها الأجر للي بيعطي. تخيل حضرتك واحد بياخد حاجة ب10 جنيه فبيدفع ال10 جنيه، لا انت هتدفع ال10 جنيه مع ربنا هتبقى 700 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. الأمل العمل موصول من الله للعباد، والخير موصول من الله للعباد. اعمل وتصدق وتقدم، من تصدق إلي بشبر تقدمت إليه أو تقربت إليه إيه بذراع. اللي هيقدم لي خير هقدم له الخير كله، حتى قدم يوم هيقدم لك ربنا الأسبوع، قدمت الأسبوع هيقدم الشهر، قدمت الشهر هيقدم لك العمر كله سبحانه وتعالى. يكفي أن أنت تكون متوفى أو عايش والله عنك راضي. ربنا سبحانه وتعالى يطرح البركة في المنزل وفي الأولاد بمجرد ما يعني إيه نبتغي وندور على هذه البركة. نعم. أنا أتحسس وأدور على البركة فين؟ أنا عايز أقول ابتداء أي بركة في أي بيت، أول أسرة ما بتتكون، الله تبارك وتعالى يقول أنا ثالث الشريكين. ربنا بيضع يد البركة في البيت في بداية الزوج والزوجة، تظل هذه البركة تزداد وتزداد حتى تصل إلى الأبناء. فلما يبدأ الأب يتصدق ويزكي والزوجة، ويبدأ الأبناء، فتتسع البركة على البيت، لأن البيت بتتسع فيه البركة، وتدخله الملائكة وتخرج منه الشياطين، وتخرج الأنوار من هذا البيت اللي فيه البركات والخيرات حتى يعمل نور، عمود من النور
تستضيء به الملائكة في السماوات من فضل الله. أعمل إيه عشان أزود البركة؟ إن في أيام ظهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فإحنا دلوقتي في النفحات، ثلاث شهور اللي هي أشهر الحرم، ثلاث شهور منها الشهر الأولاني اللي هيبدأ يفتح لي بعد 10 أيام، العشر أيام الأول من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى كل أحبابنا اللي بيشوفونا دلوقتي وبيسمعونا زيارة بيت الله الحرام، ويكتب الله لهم أن يتصدقوا ويذبحوا الهدي عند جبل عرفات إن شاء الله رب العالمين. الحديث الشريف بتاع النفحات فتعرضوا إليها دي، نعم، جميل قوي، لأنه إحنا بنجري لو عايزين حد ياخد صورة حلوة فنجري نقف نتصور، نعم، لو مروحة شغالة عايزين نروح ناخد شوية هواء، لو حد بيوزع حاجة حلوة، أيوه. فالنفحات ده المعنى الأصلي. والمعنى بقى أجمل حينما يقول النبي لأصحابه في هذا المعنى: أين المشمرون؟ فين بقى اللي كلمة المشمر دي تأتي لمن إيه يستعد للعمل الشاق. فالنبي يقول لهم: أين المشمرون إلى الله؟ فين بقى هيشمر ويعمل ويسوي ويعمل كل ده، صيام وقيام ليل وعمل خيرات، الصلاة بتتضاعف، العمل الخير يتضاعف، الكلمة الطيبة بتتضاعف. اعمل دايما بينك وبين ربنا يوميا الاستغفار، استغفار ان انت تبص في اموال الناس، استغفار ان انت بتحسد الناس، استغفار ان انت تتكلم كلمة. تخيلي حضرتك ان اهل الجنة يوم القيامة هم في الجنة بيبقوا يقعدوا يندموا. تخيلي بيندموا ليه؟ عشان ساعة عدت عليهم في الدنيا ولم يذكروا الله، ولم يعملوا في هذه الدقيقة عمل يحبه الله ورسوله. شفتي بقى، ربنا خلق الإنسان كتالوج له ضمان جودة علشان يعيش في الدنيا بشكل معين، يحافظ عليه في صلواته وزكواته وصدقاته، يخرج من الدنيا سليم معافى. وهؤلاء عباد الله الذين يسميهم سبحانه وتعالى عبيد الإحسان، اللي ربنا بيكرمهم ويدخلهم كده الجنة كده. أين يعني أهل المحشر؟ وحختم بها، ينادوا يوم القيامة: يا رب كان هناك عباد في الدنيا معنا، عايشين معاهم، الأستاذة دعاء كانت معانا وفلان معانا وفلان، مش شايفينهم ليه في أرض المحشر؟ فيقوم ربنا يقول لهم: يا عبادي، هؤلاء عبادي عبدوني في الدنيا سرا فأدخلتهم الجنة سرا. تخيلي، ربنا يتقبل من الجميع يا رب. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.